الآن مشاهدينا الكرام نفتح مع حضراتكم نافذة اقتصادية في نشرتنا. وقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع محمد عبد الله. أهلا بك محمد. شكرا أدا وشكرا نهى، وتتابعون معي أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا السفير الأسترالي الجديد بالقاهرة أكسل روبن هورست، حيث بحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك خاصة في مجالات التعدين والغاز والطاقة الخضراء. من جانبها أشاد السفير الأسترالي بالاكتشافات الغازية المتتالية في مصر خلال السنوات الأخيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتنامي دور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعي ونجاحها في تغطية جانب من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط إتفاق التهديد بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة وتدفقات النفط الخام الروسية الكبيرة توقعات انتعاش الطلب من الصين. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.6% لتصل إلى 84 دولارا للبرميل. وهبط سعر الخام الأمريكي بنسبة 40% لتصل إلى 77 دولارا و59 سنتا. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 7% لتصل إلى 3.05 دولارات سنتا للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 93% لتسجل $2.65 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية أغلقت على انخفاض، إذ أدى انخفاض أسعار النفط وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادية لأسعار الفائدة إلى تراجع معنويات المستثمرين، في حين خالف مؤشر أبو ظبي الاتجاه ونزل المؤشر السعودي بنسبة 2% مواصلا خسائره للجلسة الثانية. كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 1.7% مع هبوط معظم الأسهم المدرجة على المؤشر. وانخفض كذلك مؤشر دبي بشكل طفيف متأثرا بخسائر في أسهم الشركات المالية والعقارية ذات الثقل وعلى المؤشر أيضا. في المقابل ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 1.1% في ختام التعاملات. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بأسهم الرعاية الصحية، إذ امتنع المستثمرون عن الرهانات القوية وتوقعوا جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع. وانخفض المؤشر ستوكس 100 الأوروبي أو 600 ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2%، لكنه في طريقه إلى إنهاء شهر يناير بأداء إيجابي مدعوما بآمال في أرباح شركات أفضل من المتوقع والمتانة الاقتصادية. كما هوت أسهم يو بي اس جروب بنسبة 2.6% بعد أن توقع أكبر مدير للثروات في العالم أن يكون العام المقبل ضبابيا. في الولايات المتحدة فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة بعدما أشارت بيانات حول ارتفاع الأجور إلى تراجع التضخم قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة. واستهل المؤشر داو جونز الصناعي التداولات مرتفعا بنسبة 26%، كما زاد المؤشر ستاندر أند بورز 500 بنسبة 8%، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4%. أعلنت وزارة المالية الكويتية ميزانيتها الجديدة للسنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزا قدره 22.35 مليار دولار. وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أن مشروع الميزانية الجديدة الذي يبدأ في أول إبريل تم رفعه للبرلمان بمصروفات متوقعة قدرها 86.13 مليار دولار. وتم بناء الميزانية على أساس 70 دولارا لسعر برميل النفط مع كمية إنتاج متوقعة قدرها 2.676 مليون برميل يوميا. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 نقطة مئوية إلى 2.6% في 2023، وتوقع أن تحقق المملكة نموا 3.4% في 2024.
وأشرت تقديرات رسمية أولية إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 5.4% في الربع الرابع من 2022، لكن تلك النسبة تعد تباطؤا مقارنة بنمو على أساس سنوي في الربع الثالث بلغ 8.8%. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء مستندة لتقديرات أولية أن الأنشطة النفطية نمت 6.1% في الربع الرابع على أساس سنوي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 6.2%، وشهدت الأنشطة النفطية بذلك تباطؤا ملحوظا مقارنة بنمو بلغ 14.2% سجلته في الربع الثالث. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى نهى وأدا. شكرا لك محمد.